مشروع اليوم هو مشروع عالمي بامتياز، حجز لنفسه المركز السابع على مستوى أفريقيا كأكبر مشروع توليد طاقة كهربائية. قدر الصندوق السعودي للتنمية وبميزانية متفردة بأكثر من النصف مليار ريال سعودي، وأكيد بتعاون عربي على أن يكون أكبر المشاريع الهندسية والتنموية في السودان. يمثل القلق العميق على مستقبل الأجيال القادمة حجر زاوية في الإسلام، فلا تكاد تجد موقفاً أو مناسبة إلا ويتم فيها تثبيت معاني الحفاظ على الأرض ومواردها، بل واستدامتها وحمايتها من التدهور البيئي أو الفساد. وهذا أعلى مراتب الإنصاف والعدالة الاجتماعية، أن نفكر في الجيل الذي يأتي من بعدنا والجيل الذي بعده وهكذا. هذه القاعدة من الناحية العملية هي التي تحافظ على تحقيق مصالح البشرية والمنفعة العامة، وتضمن تحقيق تنمية في كل مجتمع يسير وفق هذه المنهجية. مشروع اليوم هو مشروع عالمي بامتياز، حجز لنفسه المركز السابع على مستوى أفريقيا كأكبر مشروع توليد طاقة كهرومائية. استطاع الصندوق السعودي للتنمية من خلاله وبميزانية متفردة فاقت نصف مليار ريال سعودي وبتعاون عربي أن يكون أكبر المشاريع الهندسية والتنموية في السودان. سد مروي في بلد النيلين قصة نجاح بدأت في العام 2009، وإلى يومنا هذا هو شاهد على قصة أعمار الأرض واستدامة مواردها بالشكل الأمثل. السد الذي يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان عند جزيرة مروي التي أطلق عليه اسمها، يبعد 350 كيلومتراً عن الخرطوم. يوفر السد الطاقة الكهربائية بشكل مستقر طوال العام، وبطاقة كهربائية قدرها 1250 ميجاوات، ويستغل ما يقارب 12 مليارا ونصف متر مكعب من مياه نهر النيل في بحيرة تمتد خلفه بطول 175 كيلومتر.
تعد المياه الجوفية من أهم المصادر في التنمية الريفية، إذ يستخدم حوالي أكثر من 3 ملايين من المستفيدين من الريف السوداني. تعالوا نعيش هذه التجربة من السودان، تحديداً مشروع سد مروي. يقع سد مروي عند منطقة الشلال الرابع في الولاية الشمالية، ويمتد محور سد مروي بطول يقارب 9 كيلومترات، ويتوزع ما بين المجرى القديم مروراً بجزيرة مروي والضفتين اليمنى واليسرى لها. بدأ تنفيذ المشروع في العام 2000 بدعم من عدة جهات، من ضمنها هي الصندوق السعودي، وبدأت الفعل في التنفيذ في العام 2001 بواسطة عدة شركات، من ضمنها شركة CCMD الصينية، وشركة لامير الاستشارية، وشركة فرنسية هي لوستوم الجزء المتعلق بالمحطة بتاع التوليد. و اللي هو المشروع ذاته يتكون من الجسر الرئيسي للخزان، وهو بيتكون من 4 أنواع من السدود، اللي هو السد الخرساني. السد الخرساني هو تقريبا بحوالي طوله حوالي 500 متر، اللي هو ده المنطقه بتاعت المحطه والمنطقه بتاعت السد المفيض. بعد ذاك عندنا حوالي 9 كيلو هي عباره عن سدود ركاميه بتقطع عرضيا النيل، نهر النيل، وبتصنع بحيره طولها حوالي 176 كيلومتر اللي تمتد شمالا حتى منطقه ابو حمد، بسعه حوالي 12 مليار متر مكعب. اهميه مشروع سد مروي يعني عنده عدة أغراض وكلها بأهمية من مكان، يعني اللي هي أولا توليد الطاقة الكهربائية اللي هي رخيصة وآمنة في نفس الوقت من الاستفادة من فرق المنسوب في الماء، وأيضا كسر حدة الفيضان. تلك المنطقة تعاني كثيرا من فيضان النيل في الفترات بتحت الفيضان، فالخزان نظم الجريان بتاع النيل في المنطقة دي وبيقى في تحكم فيه، يعني نحن نحتفظ بالمويه في فتره الفيضان، نستفيد منها في التوليد المائي، ونوفر في الفتره بتاعت ما بعد الفيضان بنوفر مويه للمزارعين ادنى السد، وايضا مياه الشرب والملاحه والسياحه برضه، دي كلها بيوفرها الخزان. شاكرين لكل الجهات الممولة بما فيها الصندوق السعودي لما حققوا هذا المشروع من أهدافه المرجوة، اللي هي ساهمت بقدر كبير جدا في استقرار إنسان المنطقة وتوليد الطاقة الكهربائية الرخيصة التي تغطي تقريبا أكثر من حوالي 50% من الناتج القومي للكهرباء السودان. بدأت فكرة مشروع سد مروي منذ العقد 5 من القرن الماضي، حيث يهدف المشروع إلى تغطية العجز ومقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في السودان، وذلك بتوفير طاقة كهربائية قدرها 1250 ميجا وات من خلال تجميع واستغلال ما يقارب 12 مليارا ونصف المليار من المتر المكعب من مياه نهر النيل في بحيرة تمتد خلف السد بطول 175 كيلومتر. مشروع سد مروي يقع في المنطقة الشمالية من السودان، هو عبارة عن سد يعترض مجرى النيل، يخزن خلفه بحيرة سعتها 12 مليار متر مكعب من المياه. يعتبر السد من أنواع السدود
التي تعتمد على عملية الجرافيتي في إنها يتم إنشاؤها وتحتوي على 4 أنواع من السدود بشكل عام: السد الخرساني والسد الركامي ذو الواجهة الخرسانية، وهي واجهة خرسانية تواجه المياه من أمام السد. النوع الثالث هو السد الركامي ذو النواطينية. والنوع الرابع من أنواع السدود المكونة لسد مروي هي السدود المنخفضة، وبرضها أحد أنواع السدود الركامية. سد مروي أنشئ الغرض منه توليد الكهرباء عبر عملية التوليد المائي، والتي تعتبر واحدة من الطاقات النظيفة من حيث النواحي البيئية وقليلة من ناحية بتاع التكاليف. فسد مروي عبر توليد الكهرباء عبر التوليد المائي أدى لاستقرار الكهرباء في قطاع واسع من قطاعات السودان، وبالتالي أدى إلى أنه تحسن العملية الاقتصادية من حيث وجدت فرص بتاعة استثمار صناعي، ووجدت فرص لمدن صناعية، كلها استقرت بعد ما بقى في استقرار للإمداد الكهربائي اللي تم عبر سد مروي. الخزان بشكل عام هو أضاف نوع جديد من أنواع الخدمات اللي هي العملية بتاعت الاستثمار في مجال الأسماك، الاستثمار في مجال المحاصيل. دي كلها من المشاريع الجات، هي كانت موجودة لكن بكميات صغيرة. أكيد سد مروي أضاف إنه تكون في فرص أكبر للعمل وفرص أكبر للاستثمار لإنسان المنطقة. نحن بنشكر جميع المساهمين طبعا في إنشاء مشروع يعتبر الأكبر في السودان، والشكر للأخوة في الصندوق السعودي للتنمية اللي هي فعلا أدت يعني ساعدوا بشكل ما شوية في إنه ما قليل في إنه يؤدوا لاستقرار الإنسان في المنطقة والسودانيين بشكل عام. يحقق مشروع سد مروي العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسودان، مثل التحكم في مستوى فيضان النهر شمال السد، وزيادة الرقعة الزراعية المروية من نهر النيل، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة في السودان إلى أكثر من الضعف تقريباً، وزيادة استفادة السودان من الحصة المقررة له من مياه نهر النيل، زيادة وتسهيل الملاحة النهرية في بحيرة السد وفي النهر شمالي السد عن طريق التحكم في مستوى مياه النهر. إدارة التشغيل من الإدارات النشطة طوال اليوم، لأنها منوط بها تشغيل ومراقبة الوحدات المنتجة للطاقة الكهربائية وملاحظة أي أحطال ممكن تطرأ على المنظومة. فنبدأ الصباح باجتماع صباحي نستعرض فيه كل العلامات التحذيرية والأنشطة المفروض نعملها في اليوم. بعد ذلك بتتوزع على بقية الأقسام بتاعت الصيانة للعمل بها. نتواصل مع مركز التحكم القومي يوميا عبر التقارير، بنوريهم جاهزيتنا وجاهزية مكاناتنا ووحداتنا لإنتاج الطاقة الكهربائية. مشروع سد مروي حقيقة مشروع كبير، أضاف للسودان قدرة كهربائية كبيرة، ولا يخفى على كل مستمع ومشاهد إنه الكهرباء هي عصب الحياة. فأضاف 1250 ميجاوات
للشبكة السودانية، وأضاف حوالي 1700 كيلومتر من خطوط النقل تحت الكهرباء، وأدخل مناطق كثيرة جدا كانت ما فيها طاقة كهربائية أصبحت تنعم بطاقة كهربائية نقية ونظيفة وصديقة للبيئة، باعتبار أنه التوليد من سد مروي توليد مائي ما فيه مخلفات كيميائية ولا فيه انبعاثات. سد مروي يمثل حوالي 65% إلى 50% من الطاقة الموجودة في السودان، بمعنى الطاقة الموجودة في السودان يمثل سد مروي 50 إلى 65% من الطاقة الموجودة بها، ودي حاجة كبيرة وطاقة نقية ونظيفة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر الصندوق السعودي للتنمية على مساهمته الكبيرة في سد مروي، وفعلا هي إضافة كانت كبيرة للسودان بوجود سد مروي، وأحدث فرق اقتصادي كبير وأحدث نغلة في الطاقة الكهربائية وفي حياة المواطن. تشمل الأعمال في السد في المرحلة الأولى إنشاء محطة توليد الكهرباء، وهي محطة توليد كهرومائية تتكون من 10 وحدات قدرة كل منها 125 ميجاوات، وإنشاء خطوط النقل والمحطات الفرعية وتشييد شبكة خطوط نقل الكهرباء ومحطات تحويل الربط ومحطة التوليد بالشبكة القومية. في المرحلة الثانية ستشمل أعمال السد إعادة توطين السكان القاطنين في موقع السد والمناطق التي ستغمرها مياه بحيرة السد، ويقدر عددهم بحوالي 50,000 نسمة، حيث سيتم بناء 600 وحدة سكنية لإيوائهم. طبيعة العمل فني تقني في التشغيل، يعني بنراقب كل التوربينات دي من بداية التشغيل لنهايتها، نراجع لو في أي حاجة ما تمام في الصيانة بتاعتنا، مثلا أبنور مثلا، يعني جميع الأعطال بنراقب المكنات تماما، يعني بنشتغل بنظام الورديات 8 ساعات. تفاصيل الشغل في طبيعة الورديات ده عموما يعني الزول بيكون جاهز، يعني بيجي الشغل أول شركة هنا صافي ذهني تماما، يعني بيجي لاحظ لو في أي حاجة ما تمام في التوربينات، يعني بيقدر يفتش الأعطال ويفتش الأعطال وينسق مع ناس الصيانة حتى تكون التوربينة شغالة بكفاءة عالية جدا. والله طبيعة عملي هي كإضافة حقيقية لأسرتي من الناحية المادية، وإضافة حقيقية بالنسبة لي يعني كمهندس تقني، يعني زدت خبرات ومعلومات جديدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية. ما شاء الله هذا المشروع يعني مشروع إضافة حقيقية للسودان كله. يعني ما إن تنطلق المشاريع التنموية العملاقة بقيادة صندوق التنمية السعودي في بلد ما حتى تجد بأن التغيير الحقيقي قد بدأ فعلا، فإما تقدم اقتصادي أو عمراني أو صحي ينعكس على حياة الناس. إعمار الأرض مهمة ليست بالهينة،
تحتاج تحمل الكثير من تعب التخطيط والبحث والعمل الدؤوب المتواصل مع صدق الرسالة والتوجه نحو حب الخير للناس والإحسان لهم، وهذا ما يشعرك بالقرب منهم.